لا تاريخ آخر، ولكن غضب الطبيعة أو حركة الطبيعة المباغتة اللي ما بيتحملهاش البشر. نروح مع حضراتكم لصورة المساء مع قصواء، ودايما أقول لحضراتكم الصورة تاريخها بيبقى مهم جدا، لأن الصورة هي الموثق الأدق في أي شيء عبر التاريخ منذ وجود الصور. وحتى الآن الصورة تفند كتب وتفند وقائع وتثبت وقائع وتغير مجرى التاريخ لأحداث مختلفة. صور من الحاجات المهمة جدا في التاريخ الإنساني. خلينا نشوف مع حضراتكم هذه الصورة. هذه الصورة اللي النهاردة جايبينها لحضراتكم صورة من الصور اللي قصتها أبلغ كمان من شكل الصورة ومن التقاط الصورة. شايفين حضراتكم ده طريق، وشايفين الحالة اللي عليها هذا الطريق، سيارة ومجموعة من الناس واقفين، وفي واحد لابس أحمر تقريبا أو يعني حاجة بالشكل ده هناك في نقطة بعيدة، يبدو أنه نزل أو أن الطريق سقط به بشكل أو بآخر، وناس واقفة على الطريق وجانبي الطريق في حالة تدمير تام، كأن يعني الأرض سحبت في هذه المنطقة ومحيطها إلى أسفل أو إلى أعمق. قصة الصورة إيه؟ الصورة دي لزلزال أنكوراج في ألاسكا. طيب الزلزال ده، الصورة دي التقطت في 30 نوفمبر 2018. دي الصورة قدام حضراتكم، يعني صورة حديثة، والتقاط الصورة من سنتين تقريبا أو سنتين إلا تقريبا، 30 نوفمبر 2018. المصور اللي التقطها اسمه مارك ليستر، وده مصور جريدة أنكوراج ديلي نيوز طيب الأمريكية. هنا المصور ده بيقول انه يوم 30 نوفمبر، هو طبعا المنطقه دي متعود فيها الاهالي وسكان هذه المنطقه على وجود يعني غضب الطبيعه بشكل متكرر في اشياء معينه، انهيارات جليديه، زلازل، حاجات بالشكل ده، طول الوقت متعودين على احداث بتمر عليهم، وتقريبا شبه ان هم مدربين والاطفال مدربين وحاجات بالشكل ده على التعامل مع المواقف دي. في اليوم ده 30 نوفمبر، مصور اللي هو السيد مارك ليستر بيقول: أنا كنت خارج رايح شغلي عادي، وأنا مصور يعني صحفي وموثق للأحداث والحاجات اللي بتحصل، وبعدين في الطريق وأنا ماشي معايا ابني حوديه المدرسة صباحا مبكرا، فوجئت إن الأرض بتتحرك. أنا اعتقدت في البداية إنه مشكلة في العربية ووقفت، ولكن فوجئت إنه زلزال بقوة كبيرة جدا بيضرب المكان. قال: خدت ابني واحتمينا في مكان وانتظرت لحد انتهاء الزلزال، رجعت ابني للبيت مرة تانية، وكان في طبعا بعض الدمار في أماكن مختلفة. وهنا بدأ المصور يمارس مهنته ويمارس هذه المهنة العزيزة، مهنة التصوير الصحفي والصحافة في التوثيق. قال: رحت على المكان اللي المفترض أنا بشتغل فيه، اللي هو الديلي نيوز أنكوراج، وقابلت مجموعة من الزملاء الصحفيين والمصورين، وقررنا أن احنا نوزع نفسنا عشان نبدأ نلتقط أكبر كم من الصور للحدث اللي حصل في ألاسكا. قال: دمار في كل مكان، واحنا ماشيين بنلتقط صور بنلتقط صور، ولكن التفرق بتاعنا وانتشارنا في المكان خلانا مش عارفين، في طرق مغلقة وفي حاجات مش عارفين ننتقل. قررنا ان احنا نتجمع مرة تانية، تواصلنا واتصلنا ببعض وقلنا: طيب احنا عايزين ناخد طيارة هليكوبتر تبدأ تنقلنا لأعلى ونبدأ نلتقط صور من فوق. حاولوا يوصلوا الطيارة من خلال الجريدة توفر لنا طيارة أو المؤسسات الصحفية، فشلت المؤسسات في أنها توفر طيارة. بدأوا هم راحوا على مكان، أقنعوا صاحب مطار يعني لإيجار الطائرات الخاصة أنه إحنا بنمارس مهمة إنسانية، عايزين ناخد أو مهمة صحفية في توثيق المشهد، عايزين طيارة تطلع بينا تساعدنا. فعلا الراجل تواصل أو تعاطف معاهم وطلب منهم فقط ما يتعلق يعني وقود الطائرة أو كده بس، وخرج بيهم. جمعوا بعض من بعض الفلوس كمصورين وصحفيين، دفعوا الفلوس لهذا الرجل وصعدوا إلى الأعلى وبدأوا يلتقطوا الصور. قال: كل الصور اللي التقطناها معتاد عليها تقريبا من الأحداث والمؤثرات اللي عدت علينا من فترات طويلة. واحد منهم قال لهم: في طريق اسمه طريق فاين. طريق فاين ده يقال انه اللي هو الطريق اللي قدامنا اقوى طريق موجود بيوصل لألاسكا داخل، يعني بيوصل من نقطة لأخرى داخل ألاسكا، وان الطريق ده مصمم بجودة عالية جدا، وانه طريق حاجة عظيمة جدا ومبني وتكلفته كانت كذا وحاجات بالشكل ده. فقالوا: طيب احنا نروح نشوف الطريق ده حصل عليه ايه، هل حصل تضرر ولا لا، خصوصا انه جانبي الطريق ارض يعني ايه سهلة انها من الصخور اللي هي سهل انها تنهار او تتفتت. خدوا الطيارة
راحوا على الطريق ده وبالفعل شافوا المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده، وكانت الصورة دي التقطها هذا المصور اللي هو مارك ليستر. مجموعة من المصورين التانيين التقطوا، كانوا معاه في الطيارة، التقطوا صور من زوايا مختلفة، لكن كانت أفضل زاوية لالتقاط الصورة هي الزاوية اللي حضراتكم شايفينها. وتوجيه الكاميرا وطريقة توجيه الكاميرا والتقاط الصورة، كانت الصورة دي هي المعبرة عن زلزال ألاسكا 2018، هذا الزلزال اللي ضرب في 30 نوفمبر 2018. انتشرت الصورة في وكالات الأنباء العالمية، خدت شهرة كبيرة جدا. هو نفسه مارك ليستر ما كانش متخيل أن الصورة هتصل إلى العالم كله في اللحظة اللي هو التقطها فيها، رغم أن زمايله التقطوا صور تانية، لكن هو كان المحظوظ نتيجة تركيزه في زاوية التقاط الصورة. وقال: وأنا بلتقط الصورة دي كان عندي شعور غريب، مش عارف، التقطتها أكتر من مرة، وآخر لقطة خدتها كانت هي دي، حسيت بطمأنينة ووقفت التقاط صور بعد كده. لما نزل بعت الصورة طبعا خدت الشهرة الكبيرة، خد مكافأة على الصورة وخدت جايزة من الجوائز العالمية هذه الصورة لتوثيق حدث زلزال ألاسكا في 2018. وبقت الصورة بتستخدم كصورة أيقونية بعد كده لتأثير الزلازل، يعني استخدمت في أكتر من مكان علمي لتأثير الزلازل على سطح الأرض وعلى الطرق وعلى جوانب الطرق. دي الصورة اللي كانت معانا النهاردة، صورة زلزال أنكوراج في ألاسكا.